أيضا قد يتواجد معي السيد اللواء خالد المحنة مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية للحديث أكثر عن تفاصيل العملية الانتخابية. سيادة اللواء مرحبا بك في هذه التغطية المباشرة. سيادة اللواء كيف تسير العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة وما مدى تطبيق الخطة الأمنية؟ نعم يعني حقيقة بدون مبالغة الجميع اللي نلتقيهم بغاية الفرح والسرور لأنه تعبير عن إرادة حرة وواعية ممارسة حق دستوري حق ديمقراطي. الحضور كثيف جدا رغم أنه هنالك تعليمات بضرورة أن يكون هنالك وجبات للقوات الأمنية، لكن أعتقد هذا التكدس هو نابع على أن هنالك رغبة ونية صادقة لمنتسبينا وضباطنا على وجوب الحضور المبكر لإيمانهم بهذا اليوم. لذلك هي صورة حقيقية ناصعة ويوم آخر من أيام الشعب العراقي وعيد عرس انتخابي حقيقي. جميع التقارير التي تردنا من كل مناطق البلاد الموضوع تم بنفس الوتيرة ونفس الهمة من قبل أبناء قواتنا الأمنية، وهذا مؤشر على أنه هنالك إرادة حقيقية وواعية تجاه إنجاح العرس الانتخابي. نعم، هل سجلتم خرقا انتخابيا خرق أمني خلال منذ صباح حتى هذه اللحظة؟ لا يوجد أي خرق، على العكس أن هنالك انسيابية وهنالك سهولة كبيرة في عملية التنقل وفي عملية الوصول إلى المراكز الانتخابية. إذن التأكيدات الأمنية تتحدث على أنه لا يوجد خرق أمني في أي مركز انتخابي حتى هذه اللحظة في بغداد بحسب ما يشاهد وبحسب ما تقول القيادات الأمنية العليا هنا في المحافظة.